وإصابة قرابة 100 واحد. الناس عاوزة تعرف إيه الموضوع. لهذا إحنا عملنا هذه ورشة العمل التي اخترنا فيها القامات الرفيعة في العلماء مصر والجهات المسؤولة. نحن أمام ظاهرة أخطر مما حدث في 2006 إنفلونزا الطيور، وأخطر مما حدث في إنفلونزا الخنادير. هذه واحدة. الثانية أنه رغم أن إنفلونزا الطيور لم يتم تسجيلها منذ إبريل، ولكن هناك حقيقة علمية أن الذي أصيب 4 مات 3. إحنا معانا نسبة وفيات 75%، وهذا خطير للغاية. إنفلونزا الخنازير رغم تسميتها الجديدة تمام، هي في النهاية إنفلونزا خنازير، وإنفلونزا الطيور هو مرض حيواني، فمسؤولية مقاومته عند الطب البيطري وعند الصحة حتى لا تتشتت المسؤولية وتضيع المسألة. لو احتكيت بخنازير مريضة أو حاملة للمرض، أبقى متوقع إن الفيروس ممكن يبقى في الزور، ودي من الحاجات الخطيرة في الإف إم دي، وبننبه عليها ان ممكن الفيروس يبقى في الزور لمده 3 شهور. طب اعمل ايه يا جماعه؟ لازم اتمضمض، لازم امضمض بقي، ودي مهمه جدا، 2 3 مرات. ده بيعمل عمليه دانيوشن للفيروس، الانتقال من انسان لانسان. انا قلت من الخنزير للانسان، وده من انسان لانسان. المطهرات اللي ممكن استخدمها في البيوت، مهم جدا المطهر ده، اي حاجه فيها بليتشنج باودر اللي هو الكلورين. التبيوت الكلورين بيقضي على الفيروس ده في ثواني. انا بنصح الناس اللي يا جماعه عندها بيتا انفلونزا ما تخرجش من البيت. تعرض الفيروس للسان لايت او سولار راديشن بيقضي عليه. يعني حضرتك لو في بيت ما تقولش بقى انا عندي انفلونزا خنازير واقفل، لا، حاول حضرتك تعرض الاماكن زي ما بقول كده للاشعه بتاعت الشمس.